أكبر رددي الله أكبر يا موطني موطني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم هند الغامدي من منسوبي مجمع الأمل للصحة النفسية قسم الصيدلية. أحب أهني الملك والوطن بمناسبة اليوم الوطني، أعاد الله علينا أعواما عديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد الزهراني من مجمع الأمل للصحة النفسية قسم الصيدلية. بمناسبة اليوم الوطني أحب أهني سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده والشعب السعودي كافة، وكل عام وأنتم بخير. علي المؤمن فني تمريض، أحب أبارك للأسرة الحاكمة والمواطنين بمناسبة اليوم الوطني، كل عام وأنتم بخير. أخوكم عبد الله محمد وصالح من مسؤول مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام، مسؤول مدير خدمات المرضى. أحب أن أرفع التهاني وأجمل التبريكات لسيد خادم الحرمين الشريفين ولي عهده ولي عهده والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني. أرجو من الله أن يديم علينا العز والنصر والأمان إن شاء الله. سلمان نمر فني صيدلي، وهنئ وبارك باليوم الوطني لخادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي، وأشكر قناة دي ام ام على تغطيتهم هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أخوكم غالب المستنير رئيس قسم السجلات والتقارير والإحصاء بمجمع الأمل بالدمام. أحب أهني سيدي خادم الحرمين الشريفين بذكرى اليوم الوطني وولي العهد والشعب السعودي.